فرح وسرور، يوم العيد يوم الفرح والسرور. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر وفرحة عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى. ونحن اليوم في يوم الفطر، يوم الفرح والسرور، فافرحوا واعلموا أن إظهار الفرح في هذا اليوم من شعائر الله. فالحمد لله، الحمد لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الأمر الثاني عباد الله، علينا أن نعلم أننا اليوم، هذا اليوم يوم العيد، هو يوم استلام الجائزة، يوم الجوائز، كما قال عليه الصلاة والسلام: تأتي إلى مصلاك لتصلي وملائكة الرحمن في الطرقات يرحبون بك ويبشرونك بقبول الله لصيامك ويعطونك الجائزة، ألا وهي أن الله عز وجل قد تقبل منك الصيام والقيام. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شيء آخر يا عباد الله، نحن اليوم في العيد وكنا قد صمنا لله وقمنا وأفطرنا، فعلينا أن نستمر في طاعتنا لله بعد رمضان. كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. أنت عرفت الله في رمضان، جئت فصليت وقمت وتلوت القرآن، عليك أن تستمر في طاعتك لله حتى تلقاه، لأن حياتك كلها لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شيء قبل الأخير، استمسك بما أنت عليه من نعمة الدين ومن نعمة الإسلام ومن نعمة الهداية. ما نحن عليه وما نحن فيه هو خير. الإيمان خير، والإسلام خير، وهذا الدين خير. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم. استمسك بدينك، بعقيدتك، بإيمانك، بطاعتك لله، فهي حياتك وهي سعادتك وهي كل شيء لك. شيء أخير أيها المسلم، أيها المسلم الذي أطاع الله في رمضان فصام وقام، عليك أن تعلم أن كثيرا من البشر على سطح هذه الأرض لا يحبون لك أن تكون هكذا، لا يحبون لك أن تكون نظيفا طاهرا، إنهم يريدونك أن تكون فاجرا فاسقا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الله يقول ذلك، يقول: يا مسلمين لا تظنوا أن ما أنتم فيه من إسلام شيء بسيط. الإسلام نعمة، شيء عظيم ضخم، ولكن هناك من لا يحبون لكم هذا، هناك من ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا تظنوا أن الأمور هي سياسة وخلافات سياسية على كراسي أو مناصب، لا لا لا، هناك أعداء للدين خارج حدودنا وأعداء للدين بين ظهرانينا، يودون أن نكفر، يودون أن نرتد. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فاستمسك بدينك، واستمسك بعقيدتك، واستمسك بإسلامك، وإياك أن يغرر بك مغرر أو يضحك عليك جاهل. الإسلام دينك يحارب في الليل والنهار، يجب أن تعلم هذا. بعض الناس لا يريدون لك أن تكون مسلما طاهرا نظيفا نقيا، بل يريد أن تكفر كما كفر، يريد أن تفسق كما فسق. عباد الله، in brief, we are today in the day of happiness, day of عيد الفطر. This day we should be happy, we should show our happiness, because when you show that you are happy, you follow what Allah said and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The sa'im farhatan. You have to happiness. You have to joy. That when you break your fast, you will be happy. And also when you meet Allah.
in the day of judgment, inshallah also you will be happy because you obey Allah subhanahu wa ta'ala. So you should be happy in this day because this is the day of happiness. Also, you should in this day to keep your tie, kinship. You should contact with your relative, your family, your arham. You should visit them. You should say to them, Happy Eid. كل عام أنتم بخير. صلة الأرحام في هذا اليوم. Also, something that you should do it, inshallah, in the day of happiness, day of Al-Eid. Also, you should help your poor people, your needy people, your neighbor. You should also, in this day, don't forget the poor people. You should help them. You should assist them. Because